لمورينيو، هل لأجبال أم لمن؟ بابيس مدرج مع بدايه دخوله جاء بالفرج لفريق نيوكاسل. شوف اللعبه كم كانت رائعه، سيسوكو انطلق هائله منه واسترالي اميوبي، بابيس دخل في عمق دفاع فريق تشيلسي، التغطيه من جاري كاين لم تكن موفقه، مرت من امام جون تيري، وبابيس ديمبا السنغالي في المكان المناسب يفتح مجال التسجيل لنيوكاسل امام تشيلسي في سان جيمس بارك، هدف مقابل صفر. انت رائع يا اميوبي، شوف الإعادة مرت من جاري كايل، بابيس ديمبا في المكان المناسب تماما، شوف الانطلاقة بالهجمة المعاكسة الثلاثية، جوتيريز صامد هنا في هذه الكرة، راوغ لاعبين ثم كورباك انطلق ومرر الكرة على طبقة، هناك وضع التسلل، واو سيسوكو من هناك وسيسي من هنا والثاني لنيوكاسل، هدفان مقابل صفر لنيوكاسل أمام تشيلسي الرائد، هدفان مقابل صفر من إمضاء نفس اللاعب بابيس ديمبا. سيسي بعد هذه الكرة من موسى سيسوكو الذي قد يصبح لاعبا في تشيلسي ابتداء من يناير المقبل، أن يعيد تشيلسي إلى الواجهة بهذا الهدف. نعم هي الخبرة، نعم هي التجربة، نعم هي القوة، نعم هي المهارة التي تقود دروغبا لنيوكاسل أمام تشيلسي في سان جيمس بارك، هدف مقابل صفر. أنت رائع يا ميوبي، شوف الإعادة مرت من جاري كايل، بابيس ديمبا في المكان المناسب، شوف الانطلاقة بالهجمة المعاكسة الثلاثية، جوتيريز صامد هنا في الزل أمام تشيلسي الرائد، هدفان مقابل صفر من إمضاء نفس اللاعب بابيس ديمبا. سيسي بعد هذه الكرة من موسى سيسوكو الذي قد يصبح لاعبا في تشيلسي ابتداء من يناير المقبل، سيسوكو انطلق هائلة منه واسترالي اميوبي، بابيس دخل في عمق دفاع فريق تشيلسي، التغطية من جاري كايل لم تكن موفقة، مرت من أمام جون تيري، وبابيس ديمبا السنغالي في المكان المناسب يفتح مجال التسجيل للكرة، راوغ لاعبين ثم كورباك انطلق ومرر الكرة على طبقة، هناك وضع التسلل، واو سيسوكو من هناك وسيسي من هنا والثاني لنيوكاسل، هدفان مقابل صفر لنيوكاسل. جوزي مورينيو، هل لأجبال أم لمن؟ بابيس مدرج مع بدايه دخوله جاء بالفرج لفريق نيوكاسل، شوف اللعبه كم كانت رائعه.